دي ان اي. مساء الخير. بعد 8 ايام من الانتفاضه الشعبيه غير المسبوقه بتاريخ لبنان، ظهر الرئيس ميشيل عون وخاطب اللبنانيين، حكي معهم مباشره، هلا بكلمه مسجله بس مباشره، دعا للاصلاح مرارا وتكرارا، علما بانه الاصلاح يبدا من انك تطرد الشخص اللي عمل مونتاج لكلمه الرئيس. يعني اول شيء يبدو الكلمه تسجلت على مراحل، عدا عنه انه مونتاج الفيديو والنقلات لو معمولة على يعني اي موفيز رح تكون احسن بعتقد، يعني منتجي على تليفون نوكيا. ابو السوس انت مونتاج من هالنوع اعتبر حالك انتهيت المصلحة. ثانيا يبدأ الاصلاح ومحاربة الفساد بالتحقيق بمين كتب الخطاب وطرده فورا. كيف بدك تحارب الفساد اذا الخطاب نفسه مسروق من خطاب الرئيس الحريري؟ مع انه هالوجع انفجر بالشارع امبارح، صار لي أكثر من 3 سنين عم حاول عالج أسبابه وأقدم حلول حقيقية إله. ما ضل في مماطلة، ما ضل في فركوشة، ما انحطت بوجهي وما خليت وسيلة وما استعملتها لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان، بس الحقيقة إنه العراقيل كثيرة والحرب تحولت ضد المبادرات وخطط العمل يلي بتشكل ضرر على المصالح الشخصية للتار. فخامة الرئيس في حقوق ملكية فكرية، مش لأنا اللي نقال فكر عظيم، بس إنه هذا خطاب الحريري، بدنا نسمع خطابك. تفضل لو سمحت، تفضل خطابك. هلأ بدي أقول كلمة للشباب والصبايا ولجميع اللبنانيين يلي عم يعبروا عن غضبهم. أنتوا يلي حركتوا مجلس الوزراء وتحرككم بكل صراحة هو يلي وصل للقرارات يلي شفتوها اليوم. لازم تعرفوا انه يلي عملتوه انتو كسر كل الحواجز وهز كل الاحزاب والتيارات والقيادات. واليوم من موقع مسؤوليتي كرئيس الجمهورية بأكد لكم انه الورقة الاصلاحية يلي انعملت كانت اول انجاز لكم، لانكم ساعدتوا بازالة العراقيل من قدامها وقرت بسرعة قياسية. طب فخامة الرئيس إذا هيدا حكيك ليه عملتوا خطابين بفارق كذا يوم؟ ليه ما وقفتوا مع بعض عملتوا خطاب واحد؟ بعدين إذا الرئيسين عم يشكوا من العراقيل وما قادرين يعملوا شيء وما قادرين ينفذوا شيء وفجأة قدروا لأن الشارع قدر وهيدا إنجاز الشارع، طيب ليه مش أنتوا بالبيت واللي بالشارع هن بالسلطة؟ شو هالبريمة اللي عم تبرم فينا هيدي؟ نحن ما بنقدر بس قدرنا لأن أنتوا قدرتوا، ونحن ما قادرين بس أنتوا بتقدروا، وهيدا الإنجاز هو ليه خي اللي عمل الإنجاز يقعد برئاسة الجمهورية وبرئاسة الحكومة وبالحكومة هالقد بسيطة؟ وإلا هون الناس اللي بالشارع شو بيشتغلوا إذا هن اللي أنجزوا؟ شو بيعملوا؟ وهذه القرارات مش معمولة للمقايضة، يعني مش لأطلب منكم تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب. انتو البوصلي، لانه مكافحة الفساد الحقيقية بتكون عبر قوانين، هالقوانين لازم تنقر وبأقرب وقت علوا الصوت وطالبوا نوابكم بالتصويت عليها. وعثر على خطاب دولة الرئيس الحريري في خطاب فخامة رئيس الجمهورية من دون ان تبدو اثار الخلع والكسر. ختم المحضر. مان ما في شيء جديد. طب لشو الخطاب؟ يعني إذا بالجامعة واحد بيقدم بحث بالسنة الأولى فيها الأد نسخ أفكار من بحث تاني بيسقط، كيف إذا كان رئيس جمهورية؟ لين عمل هيدا الخطاب؟ شو وظيفته؟ أقسمت اليمين إنه حافظ على لبنان والتزمت بمحاربة الفساد بشرس. كل يوم كنت أحكي عن محاربة الفساد. مهما تماما هيدي المشكلة فخامة الرئيس، ما عم نسمع غير حكي. انت حكيت، رئيس الحكومة حكي، الوزراء حكيوا، القضاء حكي، الاعلام حكي، شوفرية التاكسي حكيوا، مين ما بدك يعني كله حكي وما في الا حكي. لا ونطرنا ونطر الاعلام والوكالات الدولية والسفرة، وتأجل الخطاب من الساعة 12 للوحدة ونص،
وكان في حكي انه مبارح صار اليوم، لشو كل هاللبكة؟ لشو اذا اخر شيء كلمة مسجلة ومونتاج سيء؟ طيب لو اكتفيتوا بمقتطفات من خطابات قديمة للرئيس، شو كان تغير؟ زيت الحكي حرفيا. الشفافية ومكافحة الفساد، فإن نخرها الفساد فعلى ماذا سنرتكز؟ معركة مكافحة الفساد تحت وطأة الفساد. مرحلة مكافحة الفساد، الفساد هو أكبر شيء مضر في لبنان. هلأ بدأت معركة الفساد على طريق اجتثاث الفساد من لبنان، تحديد مكامن الخلل والهدر والفساد والقضاء عليها، وتضيع ما بين هدر وفساد في مسالك الهدر والفساد الوعرة. أبو الصوص هيدا القديم أو طبع اليوم هيدا؟ أكيد أنت إيه؟ لا القديم؟ إيه ما تخربت بالمونتاج الله يخليك، هيدا القديم بينك أنت طبع اليوم يا سلامي. إلى اللقاء.